السلام عليكم جميعا. ان شاء الله بهذا الفيديو بدنا نبلش بسكشن 5 من تشابتر 12 اللي هو بعنوان equations of lines and planes. طيب في هذا الفيديو بس رح نحكي عن اللاينز، وان شاء الله بالفيديوهات القادمة بدنا نبلش نحكي عن البلينز. رح نحكي عن اللاينز في الثري دايمنشن. تمام، هسا لما احنا كنا نرسم لاين في 2 دايمنشن شو كنا نحتاج عشان نكتب معادلة هذا الخط؟ كنا نحتاج مثلا نقطة وميل هذا الخط، يعني هو أفقي ولا عمودي ولا مايل شوية لليمين ولا مايل شوية لليسار. كنا نحكي أو نستخدم مفهوم السلوب، مفهوم الميل. طيب هسا لما أنا يكون عندي لاين في الـ 3 dimension فأنا بختلف الوضع، مش زي في الـ 2 dimension ميل ونقطة. طيب في الـ 3 dimension عشان أنا أوصف لاين أو أكتب معادلة اللاين بحتاج لـ 2 things. أول شغلة بدي أحتاج عشان أكتب، بحتاجها عشان أكتب الـ equation of line اللي هي نقطة، أي نقطة تقع على الخط، point. إذن أنا عشان أكتب معادلة هذا اللاين وطبعا في الـ 3 dimension بحتاج نقطة تقع على الخط، يعني نقطة تحقق معادلة الخط. تمام، الشغلة الثانية اللي أنا بحتاجها عشان أكتب معادلة اللاين اللي هي فيكتور، وهذا الفيكتور لازم يكون على on the line. إذا نركز، أنا عشان أكتب معادلة اللاين هاي equation of line بحتاج شغلتين، نقطة وفيكتور واقع على هذا الخط، يعني الفيكتور رح يكون هيك شكله. أو بمعنى آخر بنقدر نحكي إنه هذا الفيكتور parallel للاين، يعني أنا ممكن أستخدم هذا الفيكتور تمام عشان أكتب معادلة هذا الخط، لأنه هذا الفيكتور يوازي هذا اللاين. فإذا ممكن نحكي فيكتور يكون parallel لللاين اللي أنا بدي أكتب معادلته. تمام، parametric equations for a line draw the point. كان عندي نقطة وهاي النقطة هي عبارة عن x not y not وz not، و parallel to the vector، الفيكتور البارلل لهذا اللاين اللي أنا بدي أكتبه هي ABC. تمام، يعني بالرموز. إذا إحنا نركز هون إيش بدنا نحكي عن البارامتريك إكويشن of the line، بمر بالنقطة X not Y not Z not وبارلل للفيكتور ABC. طيب بارامتريك إكويشن تكتب كالتالي، بالنسبة يعني زي كني بحدد موقع الخط بالنسبة للإكس أكسس، وموقع اللاين بالنسبة للواي أكسس، وموقع الخط بالنسبة للزد أكسس. فإحنا بنكتبها هيك إكس وبنحط هدول النقطتين، وبنحكي له إنه إحنا بس بنمسك الإكس نوت. هسا مش إحنا حكينا بنحدد موقع الخط بالنسبة للإكس، تمام، بعدين موقع الخط بالنسبة للواي، موقع الخط بالنسبة للزد، وبحط النقطة اللي بمر فيها هذا اللاين اللي هي الإكس نوت والواي نوت عند الواي والزد نوت عند الزد، وبروح بحكي له زائد زائد زائد. بمسك الفيكتور هذا اللي هو عبارة عن إيه، طبعا الكومبوننت تاعت الإكس أكسس في الفيكتور بروح بحطها عند الإكس، والكومبوننت تاعت الواي في الفيكتور بروح أحطها عند الواي، والكومبوننت تاعت الفيكتور زد بحطها عند الزد. طيب هسا هون عندنا A، هسا كلهم A و B و C بلا بحط جنبيهم T. T هو عبارة عن باراميتر، هسا يعني متغير عشوائي. كل قيمة لـT مثلا إذا أخذت الـT هنا 1 1 1 فهو بيعطيني إنه كل قيمة للباراميتر T بتعطيني نقطة جديدة على الخط. يعني ايش يعني هاي المعادلة اللي بتاعت الخط؟ هي كل النقاط، يعني هاي مثلا انا مثلا بدي اوجد معادلة هاي النقاط التي تقع على هذا الخط في الـ 3 dimension.
فأنا كل مرة باخذ قيمة مختلفة للتي حتعطيني نقطة جديدة تقع على الخط. فإذا ممكن نحكي أو نلخص، نكتب هيك ستار تمام، ونحكي له each value of the parameter t بتعطيني give a point نسميها x y z online. كل قيمة التي أنا باخدها مختلفة رح تعطيني قيمة آسفة نقطة جديدة على الخط. طيب خلينا ناخذ example. find parametric equation of the line بمر بالنقطة هاي اللي هي 1 2 سالب 1، وبرر للفيكتور. بحكي له ممتاز، اصلا هيك انت معطيني كل اشي انا بدي اياه. طيب البارامتريك ايكويشن كيف بنكتبها؟ هاي الاكس تمام، بروح بحط الاحداثي تاعت الاكس بالنقطة زائد الكومبوننت تاعت الاكس في الفيكتور اللي هي 1 في تي، فبصفي تي. والواي 2 هيا ناقص 1 اللي هي الإحداثي تاعت الواي في الفيكتور البارلل لللاين اللي أنا بدي أكتب معادلته في تي تمام. طيب إذا فبتصفي عندي واي 2 ماينس تي، والزد بتطلع عندي ماينس 1 ماينس 2 تي. وهي هي البارامتريك إيكويشن أوف ذا لاين اللي بمر بهاي النقطة وبارلل للفيكتور هذا. طيب لو كان عندي سؤال بحكي لي هل او اعطيني find 3 points online، اعطيني 3 نقاط بقع على ال. حكينا قبل شويه انه اي قيمه باخذها لتي حتعطيني نقطه جديده توقع على الخط. طيب فمثلا لما انا اخذ تي مثلا اخذ تي 0 رح تعطيني نقطه. نعوض، نيجي هون نحكي شو قيمة الاكس في النقطة اللي رح تطلع معي هون. بحكي له 1 زائد 0 1 2 ماينس 0 2 ماينس 1 ناقص 0 ماينس 1، هي اعطاني اول نقطة تقع على الخط. طيب لما اخذ تي مثلا 1 رح يصير عندك 2 1 و ماينس 3. ناخذ تي مثلا ماينس 1 شو رح يعطيني؟ 0 3، وهون أخذتها ماينس 1 فرح تصير زائد 2 فواحد. هاي عندي 3 points on the line اللي أنا أوجدت معادلته أو البارامتريك إيكويشن لإله. 3 بحكي لي those the point 1 minus 1 1 belong to this line، هل هاي النقطة رح تقع على الخط؟ أنت بكل بساطة شو بتعمل؟ تمسك هاي النقطة بتروح بتعوضها هون. فمثلا لما نعوض رح نحكي له طلع بدل x بدي احط 1، بدل x رح احط 1. بدي احط بدل x 1 زي ما هو معطيني في النقطة اللي بدها تطلع 1 بتساوي 1 plus t. لاحظ انه هاي المعادلة في متغير 1 فانا بوجد t اللي رح تعطيني 0 هسا. والواي هون بدل ما هنا يساوي، طيب وهون بدل تي بدي احط ماينس 1 بيساوي 2 ناقص تي، فهون بتطلع عندي تي تيجي تنقلها لهون فبتي تطلع ايش؟ 3. لاحظ انه انا بعوض نقطة واحدة في البارامتريك ايكويشن لللاين وبتعطيني قيم مختلفة للتي. هسا مش داعي اكمل للزد لانه طالما اعطتني قيمتين مختلفات للتي بالنسبة للاكس والزد والواي اسفة، فهون ايش بحكي له؟ انه لا ما بتقعش على الخط. طيب فريع 4 بحكي لي at what point does the line intersect xy plane. هسا كلمة intersect زي ما كنا نحكي مقطع صادي ومقطع سيني وابصر ايش. هسا في الاكس واي بلان، هسا انا بعرف في الاكس واي بلان بعرف في نقطة تقع على
هذا البلين اللي هي انه انا في عندي قيمة للاكس وقيمة للواي، بس الزد انا متأكد انها زيرو. طيب شو هي النقطة؟ تمام، at what point does the line intersect x y plane. هسا معادلة الخط هي x تساوي اتوقع 1+t، والواي تساوي هنطلع فوق 1+t 2-t وسالب 1-2t، والزد سالب 1-2t وسالب 1+t. بس اتأكد برضو ناقص. طيب نحط هون ماينس اللي هي معادلة البارامتريك إكواشن اللي طلعت معي. طيب هسا أنا معي هاي النقطة، لما أجي أعوض هون الزد قيمتها صفر اللي أنا بعرفها، زيرو تساوي ماينس 1-2t. هسا هاي معادلة بحكي له إنه t بتساوي سالب 1/2 اللي هي سالب نص، نجيبها هون بعدين نقسم على 2. طيب هسا هاي قيمة t اللي طلعت معي المفروض أعوضها في قيمة x قيمة y. لما أجي أعوضها في قيمة x 1+t اللي طلعت معي ماينس هاف، وهون تطلع معي هاف. ال y هي ماينس 1-هاف، طيب اللي هي بتطلع ماينس هاف. هاي قيمة هايها وين أعطيني جي مارك. تمام، قيمة x اللي طلعتها وقيمة y اللي طلعتها وزد اصلا انا بعرف انها صفر، هيك انا بهاي الطريقة او بهاي الخطوات قدرت اوجد شو هي النقطة اللي بيقطع فيها هذا اللاين اللي اوجدت البارامتريك ايكويشن له ال x y بلين. هسا هون عندي ال x اللي هي طلعت معي نص، وال y طلعت معي ناقص نص، وال z زيرو. فهاي انت النقطة اللي انت بدك ايه. طيب هسه بالنسبة للسيمتريك ايكويشن، السيمتريك ايكويشن مشتقة من البارامتريك ايكويشن، نفس الاشي ما في اشي جديد. طلع هسه احنا ايش حكينا؟ حكينا البارامتريك ايكويشن ايش هي؟ انه انا بكون عندي اكس بحدد اللي هي عبارة عن الاكس نوت، الاكس نوت تمام زائد a في t، والواي تساوي الواي نوت زائد b في t، وهون بالنسبة للزد يساوي z نوت زائد c في t، بحيث انه الاكس نوت والواي نوت والزد نوت هاي نقطة تقع على الخط point on the line تمام on the line. وال A B C هذا فيكتور parallel to the line. طيب هسا بتروح بتمسك هاي المعادلة بتخليها كل اشي على طرف والتي على طرف لحال، يعني بدي امسك الاكس نوت وانقلها على الطرف الثاني وبعدين اتخلص من معامل التي اللي هي الاي. شو رح تصير عندي؟ رح تصير عندي كالتالي، ايش رح تصير؟ x ناقص x نوت على المعامل التي اللي هي a. طيب بعدين t بتساوي هون نفس الاشي، بدي اخلي t هي موضوع القانون وشو اسمه انقل كل اشي معها على الطرف الثاني، فرح تصير عندي هون y ناقص y نوت over b، وتي تساوي زد ناقص زد نوت على
سي. فلاحظ انه شو بده يصير عندي، بما انه تي تساوي تي تساوي تي تساوي، فاذا معادلة اللاين بقدر اكتبها بهذا الشكل، بما انه قيمة للتي بتعطيني نفس الاشي، فانا بقدر اكتبها كالتالي، انها هي اكس ناقص اكس نوت على اي بتساوي واي ناقص واي نوت على اي على بي، وتساوي زد ناقص زد نوت على سي. هسا هاي الاكس نوت والواي نوت والزد نوت، هاي مين هاي مين؟ هاي النقطة اللي حكينا عنها هون، هاي بوينت اون ذا بلين، وال شو اسمها، هاي المقامات اللي هي اي بي سي، فيكتور بارلل تو ذا لاين. طيب فاذا ايش بنسمي هاي المعادلة كمان مرة؟ السيمتريك ايكويشن، ايكويشن اوف ذا لاين. تمام. طيب خلينا ناخذ مثال example، let b naught and b1 passing through the line L write the symmetric equation. بحكي لي في line بمر بنقطتين، هاي line تمام بمر بنقطتين. مثلا لو انا فرضت انه هاي هي ال b naught وهاي هي ال b1، طيب هسا بحكي له عشان اكتب انا symmetric equation برضو بحتاج لشغلتين، لنقطة ولا فيكتور، وهذا الفيكتور بارلل، فيكتور بارلل تمام. يعني الشغلتين اللي انا بحتاجهم عشان اكتب البارامتريك ايكويشن هم نفسهم الشغلتين اللي بحتاجهم عشان اكتب السيمتريك ايكويشن اوف لاين. طيب هون حكينا فيكتور، وهذا الفيكتور بارلل لللاين اللي انا بدي اكتب معادلته. هسه نقطة تقع على الخط معطيني نقطتين، بس فيكتور كيف بدي اوجد فيكتور بارلل؟ بحكي له انا تعلمت من اول سيكشن تشابتر انه كيف اوجد فيكتور between two points، يعني هاي نقطتين بقدر اوجد فيكتور بيناتهم من خلال اني اطرح ال احداث النقطتين. طيب خلينا نحل، هسا بدي اوجد b نوت b1 واللي هو الفيكتور، يساوي عندي هون رح اطرح انا من رايحة من b نوت ل b1، رح تصفي عندي سالب 2 5 6 وهون 2 ناقص 1 1، هاي فيكتور. طيب يلا ايش ال ايش السيمتريك ايكويشن؟ السيمتريك ايكويشن لللاين بتحكي لي، احكي لي انه x ناقص x نوت، مين هي x نوت؟ اي نقطة كانت 2 5 0 كأنه تمام، اثنين مثلا ناخذ 2 سالب 1 1، هاي النقطة مثلا اللي بدي استخدمها لكتابة السيمتريك ايكويشن. طيب هون ناقص 2 على A، مين هي A؟ هاي هاي، لاحظ انه هاي هي الاكس نوت وهاي هي الواي نوت وهاي الزد نوت، وهاي الفيكتور اللي انا طلعته هو ال A B C. طيب معلش خلينا نكتب ال الصيغة العامة بعدين نحل. هون رح يكون عندي ناقص x نوت على a تساوي y ناقص y نوت على b زد ناقص زد نوت على c. يلا نعوض، ايش صار عندي هون؟ x ناقص نقص ناقص هاي هون هاي النقطة تمام، x ناقص x نوت اللي هي 2 على a اللي هي سالب 2 تساوي y ناقص y نوت اللي هي y ناقص ناقص 1 زائد 1 على b اللي هي 6 تساوي z ناقص z نوت اللي هي 1 على 1 اللي هي c. هاي من هون انا باخذ القيم اللي سمعتهم. طيب بس بدي اعدل الاشي كنا أول الفيديو. إنه هاي يساوي إنه أنا بوجد موقع اللاين بالنسبة لإكس وبالنسبة لواي وبالنسبة لزد. يعطيكم العافية.